بداية ليش في بعض الأشخاص فعلا يعني دكتورة ما بيقدروا إن هم يعني يتمالكوا نفسهم أو مثلا يعني يحاولوا على الأقل أن يحتفظوا بسر لمدة حتى لو كانت قصيرة؟ حابين نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. يعني هو في هذا الموضوع بيتلعب على 3 عوامل. العامل الأول شخصية الفرد نفسه. أحيانا الشخصيات الانبساطية بتميل إنها تفرغ كل الأشياء اللي عندها، عادة ما بتقدر تكتم الأسرار. ثاني شيء، قديش الكتمان أو حفظ السر هيحقق من دوافع لهذا الشخص. يعني إذا كان كتمان هذا السر بحقق نوع من المكاسب، فالكتمان بيكون أفضل. بينما لو بيحقق نوع من القلق والتوتر والخوف، فأحيانا نحن بنحب نتخلص من أسرارنا، نرميها لأحد ثاني غيرنا يشيلها عننا. ثالث شيء، أحيانا بتكون يعني في مصالح من إني أتكلم، فبيتبع المصلحة، دافع المصلحة، طريقة التنشئة اللي أنا نشأت فيها، وكمان شخصية الإنسان. كل هذه العوامل بتحدد إذا أنا بقدر أمسك السر أو أفشي.